نتكلم عن الموضة الرجالي بقى، يعني كلمينا كده عن، عشان الرجالة مظلومين شوية في بالظبط. الموضوع الفاشن والموضة ده، هو فعايزينهم الاولد يزعلوا. ماني ستايل مكمل معانا برضو في الحاجات اللي هي الرجالي، طالع موضه جدا. الكوتس اللي هي يعني هو متجه للحاجات الكلاسيك اكتر، يعني الكلاسيك طالع موضه ومكمل معانا حلو. للشتا، اللي هي الكوتس الطويله تحتيها مثلا التيشيرتات اللي هي البولو او الحاجات اللي هي البيزك دي، طالع موضه قوي ومكمله معانا للشتا. والالوان اللي هي بقى الهاديه، الهافان، حلو، البيبي الحاجات دي بلو، كلها بتدي رقي كده وشياكة في بالظبط. ال كل الحاجات دي طالعه موضه جدا في الرجال. طيب انت شايفة ان الرجالي كستايلينج بيبقى اصعب من ال ليه؟ محدش بيهتم بيهم. ايوه، ليه بقى ما يعني بنهتمش دايما في بيهم؟ ستايلست كتير قوي للبنات، بس الولاد لا، مفيش. يعني ده من الحاجات ال دي ده طالع ده موضه قوي. ترند الاسود طبعا والهافان في الرجالي، الحاجات دي بس طالعه اللي هي موضه الكوت جدا. الطويل اللونج كوت واللون الطويل ده. والميديم برضو طالع موضه جدا وترندي جدا، واللون الزيتي طالع موضه قوي مع الاسود ومع الهافان، وطالع اوكي. موضه مع الجراي في الرجال. وطبعا الجينز معانا كده كده، لو في خروجه الجينز على الصبح طول. او بالليل او حاجه كاجوال او كده، كاجوال. طبعا بيبقى معانا الجينز ده حاجه اساسيه. حلو. وده برضو الحاجات اللي هي الكلاسيك عامه طالعه موضه جدا معانا في اللي هو الشتا ده، السيمي فورمال شوية كده، بالظبط. الحاجات السكارفات طالعه موضه جدا، يعني في الحاجات برضو الرجالي السكارفات اللي هي البراندات مثلا، او الحاجات اللي فيها نقوشات، فيها بيجات او اسود او مخططات، دي طالعه او موضه جدا، جراي برضو. او جراي طالعه موضه على الكوتس. ولو يعني لو فورمال او كده، ممكن السكارف تبقى رفيعه، تبقى حلوه قوي. حلو قوي. واللون ده الستايل البيج ده طبعا حلو قوي، واللون الاولد ده. ماني. الهافان مع الكحلي برضو طالع موضه، والهافان مع الجراي طالع موضه جدا، والاوف وايت طبعا. وحتى الشوزات الشماه برضو طالعه موضه جدا في الرجال، يعني كمان الشوزات للرجالي الشماه شموع. طالعه موضه حلو. جدا. يعني الاوتفيت كلها هتلاقي فيها الشماه طالعه موضه قوي. طب حلو قوي.